بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بهذا الرواق المبارك بالرواق الجاوي الذي هو للأعداء كاوي، قال: فالتركيب ضم الأشياء مؤتلفة كانت أو لا، مرتبة الوضع أو لا. عندي ثلاث مصطلحات: المصطلح الأول التركيب، والثاني التأليف، والثالث التركيب. وكل مصطلح من هذه المصطلحات لها معناها وله علاقة ببقية المصطلحات. فالتركيب عبارة عن مطلق الضم، تقول هو الضم المطلق، سواء كان مع ألفة ومناسبة بين الأجزاء المضمومة أو لم يكن بين الأجزاء المضمومة ألفة وتناسب، وسواء كان بين الأجزاء المضمومة ترتيب أو لم يكن بينها ترتيب. فكل ضم يشمل هذه الأنواع وهو في الحال تركيب، يبقى كل تركيب ضم، سواء كانت الأشياء مؤتلفة يعني بينها تناسب بينها ألفة. عندما نقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، هناك ألفة ومناسبة بين الحيوان وبين الناطق، فالحيوان كل ما فيه حياة، والناطق صاحب القوة المفكرة، وبينهما تناسب، حيث إن الحيوان منه ما يوصف بالنطق والقوة المدركة المفكرة، فبين النطق بمعنى القوة المفكرة وبين الحيوانية مناسبة وألفة. طيب، وبينهما ترتيب، لماذا؟ قالوا: لأن الأصل أن يؤتى بالجنس ثم بعد ذلك بالفصل، لأنه يؤتى بالأعم فالأخص، لأنه يؤتى بالأعم فتدخل كل الأفراد، ثم يؤتى بالأخص فيخرج ما عدا المحدود. فعندما نقول الإنسان حيوان ناطق فهو ترتيب، لأن بين أجزائه علاقة وبينها ترتيب بالتقديم والتأخير، وبينها علاقة عقلية، حيث إن الفصل يرتبط بالجنس، فالناطقية مرتبطة بالحيوانية، ولا ناطقية بغير حيوانية، وبينها كذلك تركيب لأنه في ضم، وضعنا الحيوان وبجواره الناطق، وفيه ترتيب أتينا بالأعم فالأخص، وفيه تركيب. يبقى الحيوان الإنسان حيوان ناطق مثال للترتيب،
والتركيب والترتيب. طب هيا بنا نقلب الدنيا شوية. ناطق حيوان، ها ده ايه؟ اول حاجة ده على طول تركيب. ليه؟ لانني ضممت الناطق مع الحيوان فهو مطلق الضم، وبينهما كذلك تأليف. لماذا؟ لأن هناك مناسبة ما بين الحيوان وبين الناطق، سهلة جدا، وليس بينهما ترتيب. لماذا؟ لأنه مفيش أعم فأخص، مفيش جنس ثم فصل، ده بدأ بالفصل ثم بعد ذلك ثنى بالجنس على عكس الترتيب الطبيعي العقلي الذي يبدأ فيه بالحيوان ويبدأ فيه بالجنس ثم بعد ذلك يثنى بالفصل. ففي هذا السياق وهذا يعني الضم فيه تأليف فيه تركيب ولكن لا ترتيب فيه. طب عايزين حاجة مفيش بينها ألفة بس في ضم، انتبه، ودي قبل كده ما اتقالتش، الكلام ده انا ما قلتوش في الشروحات السابقة، كل شرحة بيبقى ليها وضعها وليها نضجها. عندما نقول مثلا إنسان لا إنسان، أتينا بكلمة إنسان وبجوارها لا إنسان، هذه جملة ضمت إلى جملة أخرى، يبقى يطلق عليهما، ها يطلق عليهما إيش؟ يطلق عليهما تركيب. لماذا؟ لأن فيه ضم. ويطلق عليهما تأليف ولا ما يطلقش عليهما تأليف؟ لا يطلق عليهما تأليف. ليه؟ لأنه لا ألفة ولا مناسبة بين الوجود والعدم، ده موجود لا موجود، ده معدوم وموجود، ما هي الألفة بين الموجود والمعدوم؟ لا ألفة بينهما، بل بينهما العناد، حيث إنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهما من قبيل المتناقضين، والمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يا إما موجود يا إما لا موجود، إما أن يكون إنسان وإما أن يكون لا إنسان. هذا القلم إما أن يكون إنسان أو ليس بإنسان، يبقى إنسان لا إنسان ضم، صح؟ رقم 2 تأليف، لا ليس تأليفا لأنه ليس بينهما ألفة ومناسبة. طب ترتيب، لا ما بينهمش ترتيب لأن ما فيش علاقة بينهما بالتقديم والتأخير، ما فيش علاقة عقلية تقدم هذا على ذاك كتقديم الأصل على الفرع. طب هو كل ده بيقولوا ليه؟ لماذا يأتي هنا بالكلام على هذه الأنواع الثلاث، التركيب والتأليف والترتيب؟ قال لأنها وقعت في كلام الشيخ مؤلف، ومؤلف استدعى أن يتكلم على التأليف، ثم بعد ذلك من قبيل أن الشيء بالشيء يذكر فتكلم على التركيب وتكلم كذلك على الترتيب، لا سيما وأن أصول الفقه بين أجزائه ترتيب، لأن ما بين أجزائه، ما هو أصول فقه ده إيه؟ أصول وفقه باعتبار كونه مركبا إضافيا، الأصل اللي هو الدليل، يبقى أدلة الفقه، يبقى الأدلة التي يستنبط منها الفقه يعني الينابيع التي يفور منها الماء، فأصبح الدليل ده الأصل
والفقه ده الفرع. فالعلاقة بينهما إيه؟ علاقة عقلية، علاقة الفرع بالأصل. ودائما الأصل يكون مقدما والفرع يكون مؤخرا. من حيث إيه؟ ما هو ممكن يكون الفرع رئيس دولة والأصل يكون عامل، وده طبعا مش موجود عندنا هنا في بلادنا يعني، ولا بلادكم. أمال إيه؟ من حيث الوجود الزمني، حيث إن الأصل يكون سابقا والفرع يكون متأخرا. طيب يبقى أصول الفقه يبقى مؤلف ولا مش مؤلف؟ مؤلف. مركب ولا مش مركب؟ مركب. مرتب ولا مش مرتب؟ مرتب. مركب لأنه قد ضم الأصول إلى الفقه، ومؤلف لأن بين الأصول وبين الفقه مناسبة وألفة وتآلف وانسجام، ومرتب لأن الأول بمنزلة الأصل والثاني بمنزلة الفرع الذي ينشأ عنه، حيث إنه لا فرع إلا بأصل. طيب واضح يا مشايخ ولا ما واضحش؟ يبقى التركيب ضم مطلق، والتأليف ضم مع وجود ألفة ومناسبة، والترتيب عبارة عن ضم مع وجود علاقة عقلية بالتقديم والتأخير، سواء كان بين الأصل والفرع مناسبة أو لم يكن بينهما مناسبة. طب هيا بنا في دراسة عقلية نعقد مقارنة بين الثلاث. قال: فالتركيب ضم الأشياء مؤتلفة كانت أو لا، مرتبة الوضع أو لا، كل ده استوفيناه، فهو أعم من الأخيرين مطلقا. يعني فالتركيب أعم من التأليف عموما مطلقا، والتركيب أعم من الترتيب عموما مطلقا. واستوفينا البحث فيها استيفاء تاما بفضل الله تبارك وتعالى. والترتيب جعلها، يعني جعل الأشياء سواء شيئين أو ثلاث أو أكثر، بحيث، والحيثية هنا للتقييد يعني بقيد، أن يطلق عليها اسم الواحد، يعني ضم. وهذا الضم أنتج لي اسم، يعني ضممنا الأشياء وهذه الأشياء في النهاية أصبح لها اسم واحد. ضممنا الأصول بجوار الفقه صارت إيه؟ أصول الفقه، يعني أدلة الفقه. ويكون لبعضها نسبة، ويكون لبعضها نسبة، يعني وتكون نسبة كائنة لبعضها إلى البعض الآخر، يعني ويكون بين الأجزاء مناسبة بالتقديم أو التأخير في الرتبة العقلية. يعني يكون الأول هو مقدم في الرتبة العقلية والثاني المؤخر مؤخر في الرتبة العقلية، كتقديم الأصل على الفرع في الذكر. وإن لم تكن مؤتلفة، حتى وإن لم تكن الأجزاء بينها مناسبة، بينها ألفة، يعني بين المقدم والمؤخر ألفة. فالتأليف أعم من الترتيب من وجه، ويعني لماذا؟ لأن التأليف يجتمع مع الترتيب فيما إذا كان بين الأجزاء ألفة ومناسبة، وفيما إذا كان بين الأجزاء ترتيب طبيعي،
بينهما نسبة بعضها إلى بعض بالتقديم أو التأخير العقلي، ده الأصل وده الفرع، ده الأول وده الثاني. وطبعا الأدلة لها مناسبة مع الفقه، مناسبة جدا، مؤتلفة جدا، وأخص من التركيب مطلقا، والتأليف أخص من التركيب مطلق. التأليف أخص من التركيب مطلق، لأن التركيب أعم، والتأليف أخص، لأن ليس كل تركيب تأليف، ولكن كل تأليف تركيب. خلصنا من الطريقة ديت. ومنهم من جعل الترتيب أخص مطلقا من التأليف، دي طريقة تانية خالص، بيجعل الترتيب أخص من التأليف خصوص إيه؟ مطلق. بيقول إيه بقى؟ بيقول إن الترتيب معناه أن يكون بين الأمرين ألفة، وأن يكون بينهما علاقة بالتقديم والتأخير. لكن في التأليف بيقول إيه؟ ضم الأشياء مؤتلفة، سواء كان بينها علاقة في الترتيب والتأخير أو لم يكن. فمن هنا كان التأليف أوسع، وكان الترتيب أخص. لماذا؟ لأن التأليف معناه إيه عنده؟ ضم الأشياء مؤتلفة كانت، لا، ضم الأشياء المؤتلفة مرتبة أو لم تكن مرتبة. والترتيب ضم الأشياء المؤتلفة المرتبة، فيجتمعان فيما إذا كانت الأشياء مرتبة ومؤتلفة. يبقى ده إيه؟ ده ترتيب وده تأليف. وينفرد التأليف فيما إذا كانت الأشياء متآلفة غير مرتبة، ما فيش علاقة بينها في التقديم والتأخير العقلي، في الرتبة العقلية. ودي طريقة. ومنه من جعل التركيب والتأليف مترادفين، قال التركيب هو ضم الأشياء مؤتلفة، والتأليف ضم الأشياء مؤتلفة. وهذه طريقة لبعض المناطق، لأن هذا البحث بحث منطقي محض. طيب، ولكل علم، انتهينا من هذا بعدما أخذ منا وقت يعني إيه محترم. قال ولكل علم مبادئ وموضوع ومسائل. هو هنا يتكلم على مبادئ العلم، وذكرها بعضهم في بيتين، قال مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغاية مستمد، مسائل نسبة واسم وحكم، وفضل واضع عشر تعد. دي اسمها ايه؟ مبادئ العلوم العشرة. مبادئ أي علم كان حد، أي علم من العلوم له مبادئ. ذكر بعضهم أنها عشر، وبعضهم زاد فأوصلها إلى أحد عشر. وكان ابن خلدون في مقدمته ذكر في العلوم، كل علم من العلوم ومقدماته ومبادئه والفنون العشرة، وتكلم على تطوره في كلام بديع. مبادئ أي علم كان، سواء كان علم أصول الفقه، علم الفقه، علم النحو إلى آخره، كان حد. أول حاجة الحد، حد اللي هو إيه؟ اللي هو التعريف، لأنه يستحيل أن تدخل على شيء أنت جاهله. أنا هك أقرأ فيه هتعلم إيه؟ فالنفس يستحيل لها أن تطلب المجهول. عارف عامل زي إيه عندنا بالمصري؟ هو أوتوبيس كام بيودي فين؟ واخد بالك؟ أنا عايز أروح أي مكان، السواق هيقول لك هوديك فين يعني، ولا أنا عايز أروح مكان والمكان ده أنا معرفوش، السواق هيقول لك إيه؟ أكيد هينزل بعد كده يقول كلمتين ويغتسل ويشهد شهادتين.
ما هو انت اوصلت الى مرحله صعبه جدا، تقول له انا اريد ان اذهب وان اطلب مكانا مجهول، هل يتصور ان تطلب النفس شيئا مجهولا؟ ده الطلب انما يكون بعد العلم، تعلم الشيء اما بحقيقته اما بمثاله اما بكذا كذا الى اخره، ثم بعد ذلك تتوجه النفس نحو هذا المعلوم فتطلب احواله. يبقى لابد اولا ان تطلب النفس التعريف، يبقى لابد اولا ان نعرف حد الشيء حتى يتمكن لنا او نتمكن من طلبه بانفسنا. قال: مبادئ اي علم كان حده وموضوع، واتكلم هنا على الموضوع، وهيقول لك ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه، وهنتكلم لسه، ده لسه كلام طويل، ممكن الحصة يعني تنفق في هذا. وغاية، غاية هذا العلم ما هي غايته وما هو هدفه وما هو المقصد من دراسته؟ ومستمد، والعلم ده مستمد من ايه؟ مكون من، مأخوذ من ايه؟ القماشة، ما هي القماشة التي يفصل منها هذا العلم؟ وكل علم له قماشة يفصل منها، فعلم الفقه من الأدلة الجزئية، وعلم أصول الفقه قيل من يعني علم الفقه ومن علم الكلام ومن علم اللغة العربية كما ذكر علماء، وبعضهم قال لا ده يستند إلى الكتاب والسنة، كلام في هذا البحث. وبعد كده قال مسائل، يعني مسائله الجزئية التي تطلب، نسبة يعني، وكذلك نسبته إلى سائر العلوم. إيه نسبته إلى سائر العلوم؟ علم من العلوم، علم من العلوم الآلية التي يتوصل بها إلى فهم الأحكام الشرعية. قول كده يعني، لو قلت كده في الامتحان هتنجح. واضعه، يعني أول من كتبه وألف فيه كعلم، سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المعروف بالرسالة. يجي واحد يقول لك والله أصل هو فلان الفلاني ألف قبله، طب طلع لنا كتابه، يتلعثم. ما البعرة تدل على البعير. لما تقول لي مثلا محمد بن الحسن فين كتابه؟ قيل مفقود. طب ماشي، خليك بقى مع المفقود، احنا مع الموجود، وابحث انت عن المفقود. لازم ندفع للشافعي، هم عايزين يسرقوا فضل سيدنا الامام الشافعي. انت شافعي ولا مالكي؟ لا انت عندك اصول. ده لولا الشافعي، ده الشافعي هو اللي سطركم في الاصول. قال: واسم، اسم ايه؟ اسم ماده اصول الفقه. وحكم، يعني وحكم تعلمه، وحكم تعلمه وفضله، وما هو فضل تعلمه؟ طيب، وواضع، ما قلنا بقى وواضع، وهي تكون هذه المبادئ تكون للعلم صورة إجمالية. يعني حضرتك لما تعرف المبادئ العشرة دي بتكون للعلم عندك صورة إجمالية. اسمه، مين اللي وضعه، مين موضوعه ايه، مسأله ايه. يبقى انا عرفت العلم دوت، كونت عنه صورة إجمالية حتى لا أكون جاهل به. يجعل من يشرع فيه ملما به، يعني الذي يكون صورة إجمالية عندما يبدأ ويأخذ في التعلم يكون ملم بالأبواب. ده أصول الفقه، أنا هدرس فيها أدلة الفقه الإجمالية من الكتاب ومن السنة ومن القياس ومن الإجماع وما يعرض لها، ببقى فاهم أنا داخل على إيه. ولهذا اعتاد المؤلفون أن يقدموها في مؤلفاتهم في العلم. ليه؟ حتى يكون طالب العلم ومن يدخل فيه صورة إجمالية عن هذا العلم الذي يشرع فيه.
وقد ألف العلماء في مبادئ العلوم رسائل مستقلة وفيها رسائل ومطبوعة، ومنهم ابن خلدون في المقدمة جعل لها فصولا في مبادئ علم العربية وفي مبادئ العلوم العقلية وفي مبادئ العلوم اللغوية إلى آخره. طيب، كلام لطيف عن الإيه؟ عن المقدمة. يبقى مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغاية مستمد، مسائل نسبة واسم وحكم، وفضل واضع عشر تعد. نحفظها كده يا مشايخ. طيب، قال: ولكل علم، أي علم من العلوم، سواء من العلوم العقلية، العلوم الشرعية، العلوم اللغوية، مبادئ، للمبادئ العشرة دي، وموضوع، ويتكلم عن الموضوع، ومسائل. فمبادئه تعريفه، إما مبادئ العلم إيه؟ تعريف العلم، إما أن يعرف بالحد، والحد إما أن يكون حدا تام وحد ناقص، وإما أن يعرف بالرسم، والرسم إما أن يكون رسما تاما ورسما ناقصا، وإما أن يعرف بالمثال. فهي ديت الإيه؟ هي ديت أوجه التعريف المختلفة: التعريف بالحد بالرسم، بالمثال. التعريف بالحد بيقولوا عليه التعريف بالذاتيات، تعريف بالجنس والفصل. والتعريف بالرسم تعريف بالعرضيات، يعني الأمور الخارجة عن الماهية. والتعريف بالمثال هو تعريف بلفظ أوضح عند المتلقي، يكون عنده فاهم يعني إيه البر، بس ما يعرفش إن البر ده هو القمح. هو عارف البر ومتخيله في رأسه، بس ما يعرفش يعني القمح. فبقول له: خلي بالك، القمح يعرفه ليك البر. هو عارف القمح بس ما يعرفش البر، فبقول له ايه؟ البر القمح. فبنبهه على الحقيقة اللي في ذهنه، وأن هذا اللفظ مما وضعت له هذه الحقيقة الذهنية. طيب، فتعريف وتعريف أقسامه. أتكلم على أصول الفقه بمعانيه باعتبار معناه اللقبي، وهو عبارة عن معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. فأصول الفقه عبارة عن المعارف الثلاث. طيب، بعد كده هيعرف لك الكتاب، ده تعريف قسم من أقسام أصول الفقه، ويعرف لك السنة، ويعرف لك الإجماع، ويعرف لك القياس، ويعرف لك بعد ذلك الأدلة المختلف فيها من قول الصحابي ومن الاستحسان ومن كذا وكذا إلى آخره. وفائدته، إيه فائدته؟ فائدته معرفة الأحكام الربانية بقدر الطاقة البشرية. هكذا قال: معرفة الأحكام الربانية بقدر الطاقة البشرية. طيب، فائدة علم الفقه ولا فائدة علم الأصول؟ لا، ده فائدة علم الأصول وعلم الفقه كذلك، بس الجهة مختلفة. ما هو بيقول لك: لو صبر القاتل على المقتول كان القاتل من نفسه. يبقى معرفة الأحكام البشرية بقدر الطاقة البشرية، لأن فيه يطلع على جهات الأدلة ودلالاتها على الأحكام وشروط الاستدلال وبيان الأمور المعتبرة في الإفادة. طيب يا مولانا، معرفة الأحكام البشرية، الأحكام الربانية بقدر الطاقة البشرية، لأن في هذا العلم يطلع على جهات الأدلة، أطلع على الكتاب وعلى السنة وعلى القياس وعلى الإجماع وعلى وعلى إلى آخره. ومعرفة كيفية الدلالة، يعني كيفية دلالة الألفاظ المطابقة
الالتزام، التضمن بالمفهوم بالمنطوق، كلام طويل، وبيان شروط الاستدلال، ما هي شروط القياس الصحيح، ما هي شروط العمل بالمفهوم، ما هي شروط العمل بالمنطوق، وهكذا. وموضوعه، موضوع كل علم، يقول لك ما يعني شيء يبحث فيه، أي في هذا الشيء عن عوارضه الذاتية. طيب، فمين حاجة؟ لا، العوارض الذاتية بقى بالصلاة على النبي المحمول على الشيء الخارج عنه، المحمول على الشيء، محمول يعني ايه؟ يعني المخبر به، الخارج عن حقيقة الشيء، هو ده العارض. محمول، محمول يعني مخبر بيه يا اخوانا، مش عندي انا في موضوع ومحمول. الله يهديكم، قول اللهم امين. واضح جدا، عندي محمول وعندي موضوع، زي محمد رسول الله، محمد خير موضوع بشري، ورسول الله محمول يعني مخبر به، لأنه هو الذي تتم به الفائدة. بس ده محمد يعني بالنسبة لقلوب العارفين، هو محمد الذي تتم به الفائدة لكن الرسالة باعتبار انتفاع البشر به، ومحمد انتفعت به البشرية قاطبة، فهو أفضل محمول وأفضل موضوع. فخلينا بقى لحسن احنا كده هننجذب سوا، يبقى محمد رسول، يبقى رسول هنا نقول عنها بأنها ايه؟ محمول، لأنه أخبر بها عن الذات المحمدية اللطيفة المشرفة صلى الله عليه وسلم. يبقى العرض ما هو؟ قالوا المحمول على الشيء، يعني الذي يخبر به عن الشيء، وهو خارج عن حد الشيء. فالرسالة خارجة عن الذات المحمدية، أو بلاش، خلينا كده نقول في حاجة يعني إيه، إن أخطأنا فيها التعريف لن نرتكب فيها يعني جرما شرعيا، لكن هذا يعني من باب الاحتياط. فعندما نقول مثلا يعني الإنسان ناطق، النطق محمول والإنسان موضوع، ولكن النطق من ذاتيات الإنسان، لا، ذاتية الإنسان الحيوانية والناطقية، فأصبح النطق محمول يعني مخبر به عن الإنسان، وهو خارج عن حقيقة الإنسان. يبقى هو المحمول على الشيء، يعني حملناه على الإنسان، حملنا الضحك على الإنسان، والضحك خارج عن حقيقة الإنسان، يعني ليس من ذاتياته وإنما من صفاته. يبقى العوارض، نقولها تاني ولا اكتبها لكم مع الصبورة؟ خليه الراجل هو تاب، اوه ما تكتبش. يبقى العوارض هي المحمول على الشيء الخارج عنه، يعني ايه محمول؟ يعني مخبر به، وهذا الذي أخبر به خارج عن ذاتيات الموضوع، خارج عن ذاتيات المبتدأ، كالضاحك بالنسبة للإنسان، فهو مخبر به عن الإنسان، يعني إيه محمول؟ يعني مخبر به، وخارج عن ذاتيات، يعني الضحك ليس من ذاتيات الإنسان
ليس من جنسه ولا من فصله، وإنما هو من عوارضه، من صفاته الخارجة عن ماهيته. طب وبالذات، يبقى العوارض الذاتية يعني ما يكون منشأه الذات، يعني من ذاته مباشرة. لا، ده بيقول إن هو منشأ الذات، يعني بأن يلحق الذات. ذات يعني إيه؟ منشأ الذات يعني إيه؟ يعني بأن يلحق الذات. كالإدراك للإنسان، الإنسان مدرك، فالإدراك ده إيه؟ عارض. رقم 2، ذاتي. يعني إيه عارض؟ يعني محمول على الإنسان، أخبر به عن الإنسان. بس دي عبارة المناطق هكذا، محمول يعني إيه؟ يعني أخبر به عن الإنسان، حيث قيل بأن الإنسان مدرك. وما نوعه؟ قال ده ذاتي، لأنه لحق الإنسان بسبب ذاته. فالإنسان مدرك لكونه حيوان ناطق، يعني لذاتيته. يبقى منشأه بأن يلحق الشيء لذاته، يبقى ده بيسموه إيه؟ عرض ذاتي، يعني لحق الإنسان لكونه حيوان ناطق، أو بواسطة، أي لحق الشيء لا لذاته ولكن بواسطة، بواسطة أمر يساوي الذات، كالضحك. الإنسان ضاحك. الضحك دي إيه؟ أولا عارض. لماذا؟ لأنه محمول على الشيء. رقم 2، خارج عن الشيء. رقم 3، بنقول عنه إيه؟ ده مساوي. مساوي إيه؟ لأن الضحك لحق الإنسان بسبب تعجبه، والتعجب لحق الإنسان بسبب ذاته. يبقى ده بيسموه إيه؟ بيسموه بواسطة أمر يساويه، كالضحك لحق الإنسان بواسطة تعجبه، أو لحقه بواسطة أمر أعم منه. يعني عرض رقم 2، لحق الإنسان لكن بسبب أمر أعم من الإنسان، كالمشي. ولذلك المشي ده بيسموه إيه؟ عرض عام. عرض يعني يا مولانا، يعني محمول على الشيء. رقم 2، خارج عن ذات الشيء، يعني ليس هو من جنسه ولا من فصله. رقم 3، هو لحق الإنسان لسبب أمر أعم من الإنسان، لأن الماشي يوصف الإنسان به، ويوصف الحيوان به، ويوصف الجماد به. طب وفي بقى كلام طويل، أهم حاجة بس تفهم إن العوارض الذاتية هي الأشياء المحمولة على الشيء الخارج عنه، والذات هو الذي يكون منشأه الذات، على اختلاف ذكرناه. طيب نقرأ بقى معانا هنا الكلام اللطيف ده، بعد ما قدمنا المقدمة البسيطة دي، وطبعا في تفاصيل طويلة يعني هيشتت ذهنكم الخوض فيها. ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية، يعني يبحث في هذا العلم عن هذه العوارض الذاتية. عوارض الذاتية يعني الأشياء التي تحمل على الموضوع الخارج عنه الناشئة من الذات. فهمنا؟ فهمنا. طيب مثلا يقول لك موضوع علم الطب، ايه هو موضوع علم الطب؟ يعني ما يبحث فيه في علم الطب عن العوارض الذاتية اللاحقة له. فموضوع علم الطب عندنا مثلا جسم الإنسان، باعتبار ايه؟ باعتبار انه يبحث في جسم الإنسان
عن الصحة، عن المرض وعن أنواعها وعن أصنافه وعن طريق طرق العلاج وهكذا. فموضوع علم الطب جسم الإنسان، طب موضوع علم الفقه فعل المكلف باعتبار ما يعرض له من الأحكام التكليفية ومن الأحكام الوضعية. فموضوع علم الفقه فعل المكلف من حيث إيه؟ من حيث ما يعرض له من وجوب ومن إباحة ومن تحريم ومن ندب ومن كراهة ومن كونه سببا ومن كونه شرطا إلى آخر. يبقى دي بيسموها إيه؟ بيسموها موضوع العلم، يعني ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. طيب هيجي هنا ويقول لك إيه بقى؟ يقول لك فموضوع أصول الفقه عند الجمهور، المسألة مسألة خلافية، الأدلة السمعية من حيث إيه بقى؟ من حيث إثبات الأحكام بها لا من حيث ثبوتها في ذاتها. انتبه بقى لأن الكلام ده دقيق. يبقى الأدلة السمعية يعني الكتاب السنة القياس الإجماع، هذه الأدلة المنسوبة إلى السمع التي تلقيت به التي سمعت من خلاله، بس باعتبار إيه؟ باعتبار ثبوتها ولا باعتبار أنها مثبتة للأحكام الشرعية؟ لو باعتبار ثبوتها يبقى تدخل في علم العقيدة، في علم الكلام، لأنه هو الذي يبحث عن الأدلة السمعية باعتبار ثبوتها وأنها مما تعلقت بجناب الله سبحانه وتعالى، بيتكلم على القرآن باعتبار ثبوته وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الأصول يبحث فيها من جهة أخرى. فانظر إلى هي ذات واحدة ولكن اختلفت جهة البحث فيها، فالمتكلم يبحث فيها باعتبار ثبوتها في ذاتها وأن المعجزة قامت على أنها القرآن وأنه كلام الله وأنه معجز وأنه إلى آخره. طيب وهنا في أصول الفقه يبحث الأصولي في الأدلة السمعية باعتبار أنه يثبت الأحكام الشرعية بها. وممكن كمان خلي بالك النحوي يبحث في كتاب الله باعتبار أنه مصدر من المصادر التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام النحوية، لأن كتاب الله يعني كذلك مما يعني يستدل به في إقامة الأحكام النحوية، مش الأشعار، وهذا رقم واحد. ده فجهة واحدة الأدلة السمعية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بها لأنه يبحث فيه عن الأحوال، يبحث فيه إيه؟ ده رجع إلى العلم، لأنه يبحث في هذا العلم عن أحوالها، يعني عن أحوال الأدلة العارضة لها أي للأدلة. طيب يبقى هيبحث في مثلا الكتاب من حيث إنه حجة، والحجية بنقول عنها إيه؟ عارض. رقم اثنين خارج عن الشيء، يبقى عارض لأنه محمول عليه. رقم اثنين لأنه خارج عن الشيء. رقم ثلاثة ذاتي لأنه لحقه بسبب ذاته وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى الكتاب حجة، فالحجية ثابتة للكتاب خارجة عن حد الكتاب من عوارض الكتاب الذاتية. يبقى بحث الأصولي في الكتاب باعتبار أنه حجة.
وباعتبار أنه يفيد الحكم قطعا، مثلا باعتبار أنه يفيد الحكم قطعا، كذلك هذا عام من ضمن العوارض الذاتية التي لحقت الكتاب لذاته. ويبحث أيضا في أنواع عوارض الأدلة زي العام والخاص. العام والخاص ده إيه؟ ده العام والخاص ده وصف لأدلة الكتاب والسنة ونوع من أنواعها. ده كلام بقى طويل في هذا البحث. ومسائله أي قضاياه كالأمر يقتضي الوجوب، يبقى اقتضاء الأمر للوجوب هذه مسألة من مسائل أصول الفقه، وحجية الكتاب هذه مسألة من مسائل أصول الفقه، وإفادة التحريم إفادة النهي للتحريم هذه مسألة من مسائل، لأنه بيتكلم على قضاياه الكبرى اللي هي مسائله. قال هنا ما يطلب نسبة محموله إلى موضوعه في ذلك العلم. ما يبقى شيء يطلب نسبة محموله إلى موضوعه، يعني إحنا هنا بنطلب نسبة المحمول إلى الموضوع. الأمر للوجوب، يبقى إفادة الوجوب للأمر هي دي مسألته. ليه؟ لأن دي نسبة المحمول للموضوع. حجية الكتاب دي المسألة لأنها نسبة المحمول للموضوع. النهي أو إفادة النهي للتحريم كذلك دي مسألة من مسائله لأنها نسبة المحمول للموضوع. النهي للتحريم يبقى إفادة النهي للتحريم وهكذا. قال كعلمنا أن الأمر للوجوب، أن الأمر يعني يفيد الوجوب، وعلمنا كذلك أن النهي يفيد التحريم. هذا العلم يسمى إيش يا مشايخ؟ يسمى أصول فقه. وأن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني برضك أصول فقه. وأن ما من صيغ العموم كل هذه مسائل، وأن كل من صيغ العموم كل هذه مسائل. لماذا؟ لأنه طلب في هذا العلم نسبة المحمول للموضوع. هو الكتاب بقى سهل أوي لكده. وأما حكمه ففرض كفاية، وأما نسبة العلم نسبة هذا العلم لسائر العلوم، نسبته للفقه كنسبة الأصل إلى الفرع. يعني نسبة أصول الفقه للفقه إن الأصول ده بالنسبة دي أدوات، والفقه ده إيه؟ ده فرع عن الأصول، يعني لا يتحصل أصول إلا بهذه، لا تتحصل فروع إلا بهذه الأدوات. وأما نسبة هذا العلم لبقية العلوم فالمباينة. طب ونسبته للفقه نسبة الأصل إلى الفرع، هكذا قال. ولما لم يمكن الخوض في علم من العلوم قبل تصور ذلك العلم، يعني إيه الخوض؟ يعني لا يمكن إمكانا عاديا أن نشرح وأن نأخذ في علم من العلوم قبل أن نفهم حقيقة هذا العلم، تعريف هذا العلم، ماهية هذا العلم. لماذا؟ لأن النفس يستحيل عليها أن تطلب المجهول. أنا عايز أروح حتة بس ما أعرفش هي اسمها إيه، نفسك هتتوجه لإيه؟ ده التوجه لابد أن يكون إلى شيء معلوم حتى يتوجه إليه. زي بالضبط كده أنا عايز أرمي الطوبة اللي في إيدي دي، لابد أن أحدد هدفا ثم بعد ذلك ألقي بهذه الحصى إليه. قبل أن أحدد هدف يستحيل أن أرمي، أرمي فين؟ طيب. قال والتصور مستفاد من التعريفات. التصور اللي هو إيه؟ إدراك المفرد
إدراك مفرد تصورا علم. والإدراك معناه إيه؟ معناه حصول صورة الشيء في النفس، هو ده الإدراك. طيب أنا عايز أعرف معنى الصلاة، هعرفها منين؟ هعرفها من خلال التصورات. طب والتصورات دي مستفادة منين؟ أنا عايز أتصور معناها. أتصور معناها يبقى لابد أن أذهب أولا إلى التعريف، فالتعريف هو الذي يصور لي ويوضح لي حقائق الأشياء. طب والتعريف اللي هو عبارة عن إيه؟ شرح الماهية، بيسموا التعريف إيه؟ شرح الماهية. شرحها يعني إيه؟ يعني تفسيرها، يعني توضيحها. الصلاة ما هي الصلاة؟ أقوال أفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية. الوضوء إجراء الماء على الأعضاء بنية. التيمم استعمال التراب في الوجه واليدين بنية. فلا نستطيع حينئذ أن نفهم إلا بعد أن نتصور، وتصور حقائق الأشياء لا تكون إلا من خلال التعاريف. والتعريف إما أن يكون بالحد الكامل أو الحد التام أو الحد الناقص أو الرسم التام أو الناقص أو المثال. قال والتصور مستفاد من التعريفات. قدم المصنف، يعني من أجل ذلك قدم المصنف تعريف أصول الفقه على الكلام في مباحثه، يبقى قدمه على الكلام في المباحث. لماذا؟ لأن التعريف ينشئ الحقيقة في ذهنك ويحصلها في عقلك ويثبتها في نفسك، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تثبت وأن تنفي أمكنك ذلك، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا حكم إلا بعد التصور. طيب، وتقدم أن أصول الفقه مؤلف، يعني إيه؟ شيء مضموم بعضه إلى بعض بينهما مناسبة، من مضاف ومضاف إليه، ده قبل النقل. فنقل هذا الذي تركب من المضاف ومن المضاف إليه عن معناه الإضافي، يعني سلب هذا اللفظ وخلي عن معناه الإضافي الذي هو الأدلة المنسوبة إلى الفقه، وهو الأدلة المنسوبة إلى الفقه. وجعل لقبا، جعل لقبا وعلما على هذا الفن المدون، أي علما على الفن الخاص. فن الخاص معروف اللي هو فن أصول الفقه، من غير نظر إلى الأجزاء، لا علاقة لنا بالأجزاء، لأننا قد أخذناه ونزعناه من معناه الإضافي، ثم بعد ذلك وضعناه لمعنى جديد، وجعلنا أصول الفقه كالكلمة الواحدة، أولها أو وآخرها هي الفقه هي. يبقى أولها إيه؟ زي سيد، أوله السين وآخره الدال. أصول الفقه أوله الهمزة وآخره الهاء بتاعة الفقه، صار كله على بعضه كده كلمة واحدة موضوعة لهذا الفن الذي تكون من ثلاثة معارف: معرفة أدلة الفقه إجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. وينفع نقول أدلة، معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. والفرق بين اللقبي والإضافي من وجهين. الكلام ده ما هتلاقيه موجود في شرح المنهاج للإمام البيضاوي، كتاب بقى يعني كتاب رائع جدا المنهاج ده، ممكن نبقى نقرأ إن شاء الله على الإمام البيضاوي في الجنة. قول اللهم أمين. لأنه يعني الكتاب نفسه هو صغير، ولكن كل كلمة تحتاج إلى مجلد شرحا وكذا كذا إلى آخره، لكن إحنا بنشرحه معنا في مضيافة سيدي الشيخ إسماعيل صادق العدوي. من أراد أن يحضر معنا يوم الاثنين فليحضر، إن لم يكن هناك دورات يعني.
لأن الطلبة المشكلة أنها تميل إلى الدورات والوجبات السريعة أكثر من ميلها إلى الكتب الطويلة. قال: والفرق بين اللقبي والإضافي من وجهين. اللقبي يعني بعدما نقل، والإضافي قبل أن ينقل. طيب الإضافي معناه إيه؟ الأدلة المنسوبة إلى الفقه، أو الأدلة التي يستنبط منها الفقه. يبقى ده المعنى الإضافي، أصول الفقه يعني الأدلة التي يستنبط منها الفقه. طيب أصول الفقه بعد النقل وبعد كونه علما ولقبا على الفن تبقى إيه؟ معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. ما الفرق بين الاثنين؟ ده هنا بقى بيربي ذهنك على عقد المقارنات والفروق بين ما ظاهرها التشابه. ده حاجة جميلة، أصول الفقه دي مادة إن أحببتها كونت لك عقلا راجحا، وكونت لك ملكات تستطيع من خلالها يعني أن تمارس العلوم وأن تمارس الحياة. إيه الفرق ما بين الاثنين؟ ده بيقول الأدلة المنسوبة إلى الفقه، وده بيقول الأدلة الكلية. يعني كأنه بيعقد مقارنة ما بين الأدلة الكلية وما بين الأدلة الجزئية. يلا نقرأ مع بعض يا مشايخ. أن اللقبية هو العلم كما سيأتي. اللقبي هو نفس العلم اللي هو إيه؟ معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. وأما أصول الفقه بالمعنى الإضافي بيقول لك ده موصل إلى العلم وليس هو العلم. يعني موصل، يعني موصل إيه؟ تاكسي يعني؟ أوبر يعني؟ أو كريم؟ طيب يعني إيه بقى يا مولانا؟ قال له اللقبي هو نفس العلم، المعارف الثلاث، وأما الإضافي ده الموصل إلى العلم، لأن أدلة الفقه، الأدلة أدلة الفقه، المعنى اللقبي إيه؟ أدلة الفقه. طب ده الأدلة بتقع موضوع، مثلا بنقول الكتاب حجة، صح؟ يبقى وقع الكتاب يا مشايخ، وقع موضوع. طيب والموضوع ده فهمه يؤدي إلى فهم، ها، إلى فهم المسألة. عندما نقول مثلا على سبيل المثال مسألة بسيطة جدا جدا، بنقول الكتاب حجة، والكتاب يفيد الحكم قطعا، صح كده؟ صح. الكتاب هنا وقع إيه؟ وقع محمول موضوع، ويفيد الحكم قطعا، وقعت إيه؟ وقعت محمول. طب والمسألة؟ المسألة إفادة القطعية للكتاب. كما ترون إن الموضوع كان عامل مساعد في فهم المسألة، لأن المسألة هي عبارة عن إيه؟ المسألة هي عبارة عن نسبة الموضوع للمحمول. طب الموضوع دوت اللي هو الأدلة، وقع موضوع، الأدلة وقعت موضوع، أدت إلى فهم المسألة. طب وإيه علاقة المسألة بالعلم؟ قال طب ما هو العلم ما هو إلا المسائل، يعني علم المعارف الثلاثة دي عبارة عن إيه؟ عن هي المسائل، المسائل المجموع بعضها إلى بعض. معرفة أدلة الفقه إجمالا، معرفة أدلة الفقه يعني معرفة العوارض التي تمر بها هذه الأدلة. طب ما هو معرفة أدلة الفقه إجمالا ديت
توصلنا إليها من خلال فهمنا للموضوع الذي أدى إلى المسألة، والمسألة ما هي إلا العلم، لأن فهم الموضوع طريق، تقول كده فهم الموضوع طريق إلى فهم المسألة، والمسألة ما هي إلا العلم. نقولها تاني، ده الكلام ده هتلاقيه في الشيخ أبو النور زهير. ونعمل ايه؟ ما فضلنا برضك كده، ايه يعني الطريق ومش الطريق؟ الكلام ده من 15 سنة، وحاولنا وبحثنا في الكتب فوجدنا التعريف البسيط الجميل ده بتاع سيدنا الشيخ. الشيخ أبو النور زهير كان علامة في أصول الفقه، يعني كان يكتب كتابات توازي وتساوي كتابات المتقدمين في الأصول، وكان سيدنا الشيخ علي جمعة حفظه الله من تلامذة الشيخ أبو النور زهير، وقرأ عليه الكتاب كاملا اللي هو كتاب أصول الفقه، وأخذناه عن شيخنا بالإجازة وقرأناه عليه بفضل الله تعالى، ومارسنا هذا الكتاب في سنوات طويلة، وكان هذا الكتاب محبوبا إلى قلوبنا، لأن احنا تعلقنا بالإسناوي، لأنه كتاب دراسي وكتاب عبارته جيدة ومن أفضل شروح منهاج الإمام البيضاوي، فتعلقنا كثيرا بهذا الكتاب وقرأناه أيضا على مشايخ. طيب، يبقى المسألة سهلة جدا يا مشايخ، إيه هي؟ المعنى اللقبي هو نفس العلم، وهو معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. فاللقب عبارة عن المعارف الثلاث. طب والإضافي يوصل إلى المعارف الثلاث، لأنه هو عبارة عن إيه؟ الموضوع والمحمول والنسبة بينهم، وما فهم الموضوع يوصل إلى النسبة، وفهم المحمول يوصل إلى النسبة، والنسبة هي المسألة، والعلم ما هو إلا المسائل. صح كده؟ طيب، الحمد لله صح. حد فهم؟ لكن ده أمر بيقولوا إيه؟ يعود إلى المعنى مش إلى اللفظ، أن اللقبية لا بد فيه من ثلاثة، يعني من ثلاثة معارف: معرفة الأدلة، يعني معرفة الأدلة الإجمالية، ويقصد بمعرفة الأدلة الإجمالية يعني معرفة أحوال الأدلة الإجمالية باعتبار كونها عامة، وباعتبار كونها خاصة، وباعتبار كونها مطلقة، وباعتبار كونها مجملة، إلى آخره. فالمراد أنه يعرف الأحوال المتعلقة بالأدلة، مثل أن يعرف أن الأمر للوجوب، وأن النهي للتحريم، وأن العام يفيد الشمول والاستغراق، وأن الاستثناء معيار العموم، وأن 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 وأن، وكيفية الاستفادة، يعني كيفية استفادة الأحكام من الأدلة. وقال هنا عوض عن مضاف، يعني استفادة الأحكام من الأدلة. طيب، وفي كلام لطيف أنا بقوله: وقد يكون المضاف هو الفقه، فيكون المعنى وكيفية استفادة الفقه من الأدلة. يبقى الاستفادة، استفادة إيه؟ استفادة الفقه من الأدلة، واحتمال أن يكون راجعا إلى الأدلة، يعني وكيفية استفادة الأدلة الكلية، فيكون المعنى ومعرفة كيفية استفادة الدليل من الأدلة، يعني كيفية الاستفادة من الأدلة الكلية، يعني أوجه دلالة الأدلة الكلية على معانيها. وفي هذا يشار إلى معرفة التعارض والتراجيح بين الأدلة، والتعارض والتراجيح ده مسألة طويلة ومسألة لطيفة جدا، سيأتي الكلام عنها في هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الإضافي، الإضافي
فهو الأدلة خاصة، لأن هو الأدلة المنسوبة إلى الفقه بس، وليس فيه معرفة كيفية الاستفادة، وليست فيه معرفة حال المستفيد. حال المستفيد اللي هو مين؟ اللي هو المجتهد والمقلد. يبقى ويبحث فيه كذلك عن حال المستفيد باعتبار شروط الاجتهاد وباعتبار شروط التقليد، وما هي المسائل التي يجتهد فيها، وما هي المسائل التي يقلد فيها، إلى آخر البحث كما سأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الإضافي فالإضافي ليس معارف متعددة، ولكنه معرفة شيء واحد وهي الأدلة. ده كمان مش هو كمان معرفة، ده بيقول لك هي نفس الأدلة، الأدلة الجزئية، مش معرفة الأدلة الجزئية. ده اللقبي معرفة، ده الإضافي هو نفس الأدلة، وشتان بين الأدلة وبين معرفتها. فهمنا ولا لا؟ وهناك فرق ثالث يعود إلى اللفظ، وهو أن الإضافي مركب من جزئين بل من ثلاثة أجزاء، من مضاف ومضاف إليه وإضافة. وأما اللقبي فإنه مفرد ليس بمركب. يبقى المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى دلالة مقصودة، والمركب ما يدل جزءه على جزء معنى دلالة مقصودة. فأصول الفقه باعتبار كونها علما ولقبا أصبحت مفردة، أولها الهمزة من أصول، وآخرها الهاء من الفقه. وأما المضاف المعنى الإضافي لا، ده مركب، مركب من أصول ومركب من الفقه، والمعنى الأول له، الجزء الأول له معنى والجزء الثاني له معنى، وكل منهما مؤثر في المعنى. يبقى ثلاثة فروق. والفرق الثالث ده أخذناه من الشيخ أبو النور زهير، ومعرفة المؤلف. يا سلام، شو بقى الكلام الدقيق الحلو ده. ومعرفة المؤلف متوقفة على معرفة مفرداته. المؤلف اللي هو معنى ايه؟ المعنى الإضافي. برضك ما زلنا يعني مش برضك بقى، ما زلنا نتكلم على المعنى الإضافي. فمعرفة المعنى المضاف متوقفة على معرفة أجزاء المضاف، معرفة أصول ومعرفة فقه ومعرفة النسبة. طيب، قال ومعرفة المؤلف متوقفة على معرفة مفرداته، يعني مفردات هذا المؤلف. فلهذا يعني فمن أجل هذا عرف المصنف الأصل الذي هو مفرد أصول، ثم الفقه الذي هو الجزء الثاني المضاف إليه، وترك تعريف الإضافة والنسبة لأنها تعلم من تعريف كل جزء من الجزئين، مش محتاجة. وإلا بقى نروح بقى بيوتنا بقى، لو محتاجة نعمل إيه يا مشايخ الإسلام والإيمان؟ نروح بيوتنا. معلومة، هتعرف المضاف، هتعرف المضاف إليه، عقلك هيربط بالنسبة ما بينهم، سهلة. وحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فالأصل، والفاء كما قلنا لكم مرارا وتكرارا هي فاء الفصيحة، يعني التي تفصح وتخبر وتنبئ عن شرط محدود. إذا أردت أن تعرف معنى كل جزء من الجزئين فأقول لك فالأصل. كلام لطيف. نقرأ على مستوى الحرف، ومال ما نقرأ على مستوى الحرف. في النسخ الجديدة بقى لما قال أحدهما أن اللقبي هو العلم، صلحوها ولا ما صلحوهاش؟ بس كان في النسخة القديمة كاتب العلم بفتح اللام، فتح العين. العين مفتوحة ولا العين مكسورة؟ طيب، ده دي من الحاجات اللي صلحها.
هو استجاب. اللي عنده فيه خطأ ولا حاجة نرصده عشان أو لأجله ومن أجله نعيد لما يطبع هذا الكتاب يطبع معه يعني الزيادات والتنقيحات. ده من جمال العلم أننا كلما وجدنا خطأ أو خللا نعيده في الكتاب. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كان يعطي الكتاب المنهج للناس لطلبة العلم يصححونه وينظرون فيه، وكان إذا رأى فيه شيئا أصلحه. العلم كما يقول إمامنا وشيخنا وقدوتنا وتاج رؤوسنا ودرة العلماء العارفين وآخر المجتهدين المحترمين مولانا الإمام الشيخ علي جمعة يقول العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة. مفيش كبر على العلم يا مولانا، ما زلنا نتعلم، في حاجة نصلحها مفيش مشكلة، لكن أنت تكبر وأن تكون أوسع من العلم وتعتقد في نفسك ذلك فاعلم أنك قد انتهيت قبل أن تبدأ. فالعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة. شيخ الإسلام ينقح كتابه ويعطيه للطلبة ويكتب اللي يجي له حائل مع الكتاب ومعاه شوية كده تقليظات عليه ويجدها جيدة خد، بارك الله فيك، خد بالك يا مولانا. طيب، فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول، الجزء الأول أصول مفردها إيش؟ أصل لغة. وقلنا بأن لغة فيها عدة إعرابات ذكرها الشيخ البجرمي في شرحه على الإقناع المسمى بتحفة الحبيب، ممكن يكون ذكرها غيره، ابن هشام ألف فيها رسالة وأعتقد أنها مطبوعة هذه الرسالة في كلمة لغة واصطلاحا وعرفا كل هذه الأشياء ألف فيها، وضمنها الإمام السيوطي كتابه المعروف بالأشباه والنظائر. طيب، يبقى الكلام يا مولانا واضح، ارجع راجعها في كتاب الأشباه والنظائر. جايبين فراخ للطلبة ولا ايه؟ قال لغة يعني في اللغة، لغة تمييز يعني هذا الأصل المنسوب إلى اللغة، لغة أي حال كونه في اللغة. ما يعني شيء، وهذا الشيء إما أن يكون محسوسا وإما أن يكون معقولا. ينبني عليه غيره من حيث إنه ينبني عليه غيره، وكما قال علماؤنا والحيثية في التعريف معتبرة، لأن الشيء قد يكون له حيثيتان، قد يكون أصلا وقد يكون فرعا. زي حضرتك كده اتجوزت وخلفت، واخد بالك يا مولانا، اوعى تقول اللهم امين، الجواز ده ابتلاء وداء وليس بدواء. انت اول واحد تقول كده. طيب، مش عايزين لك برضك يعني ايه تحدث الخلافات، عايزين التئام دولي. فالشخص اهو فرع واصل باعتبار انه له اب انجبه يكون فرعا لابيه، وباعتبار ولده يكون اصلا لولده. فعندما تتكلم على هذا الشخص ستنظر اليه من اي الجهات؟ هل تنظر اليه باعتبار نسبته بوالده يكون فرعا، أم باعتبار نسبته لولده يكون أصلا؟ فلا بد حينئذ أن تتدخل الحيثية لتحديد المراد. صلوا على النبي. هذه الأرضية
بني عليها هذا الحائط. فالأرضية هذه أصل لهذا الحائط باعتبار أن الحائط قد بني عليها، وهي فرع باعتبار أنها قد بنيت على الحائط الذي تحت أسفل. ولذلك لابد أن تقول من حيث، حتى تحدد الجهة التي تريد أن تتكلم عنها وعليها. ولذلك قالوا الحيثية في التعاريف معتبرة. من حيث إيه؟ قالوا الأصل ما يبنى عليه غيره، باعتبار أنه يبنى عليه غيره لا باعتبار أنه قد بني على غيره، لأنه لو كان بهذه الحيثية لكان فرعا ولم يكن أصلا. يبقى شيء أي محسوس أو معقول. معقول زي إيه كده؟ كابتناء الأحكام الشرعية على الأدلة، فالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة تعتبر بنيت عليها الفروع الفقهية. لكن هل هذه محسوسة؟ لا. والأحكام محسوسة؟ لا. لكنها أمور معقولة اعتبرها العقل. طب وابتناء الجدار على الأساس ده يبقى إيه؟ قال ده بناء حسي، لأن المبني والمبني عليه محسوسان بحسة البصر. يبقى ده إيه؟ يبقى ده يا مولانا بناء حسي. يبقى ما، يبقى شيء محسوس أو معقول. ما يبنى، البناء هو معناه وضع شيء على شيء. ما يبنى عليه غيره، من حيث إنه يبنى عليه غيره ويوضع عليه غيره. وهذا أقرب ما عرف به في المشهور، ما عرف به من كتب الأصول. طيب هو ليه قال الكلام ده الشيخ هنا؟ يعني بصدق يعني دقيق جدا، قال لأن كل تعريف من التعريفات التي وردت، وقد جمعها بعض العلماء في 6 تعريفات كما ذكره الدقي السبكي ودرج عليه من بعده، ما من تعريف إلا وخدش، ما من تعريف إلا وقد ورد عليه ما ورد. ولكن هذا التعريف عند التأمل والتدقيق والنظر فيه يصبح أقل التعريفات إيرادا. وإذا كان الأمر كذلك كان هذا التعريف هو أقرب تعريف لمعنى الأصل، هو أقرب تعريف لمعنى الأصل من حيث إنه يوضح حقيقة الأصل مع قلة الاعتراض عليه. طيب احنا لو مسكنا بقى التعريفات 6 يبقى ولا يوم القيامة. فإن أصل الجدار أساسه أي البناء المستتر في الأرض المبني عليه الجدار. البناء استتر في الأرض ثم بعد ذلك بني عليه الجدار. هذا البناء المستتر الذي يكون أساسا يكون هو الأصل، والجدار يكون هو الفرع باعتبار الحيثية التي سبق الكلام عليها. فإن أصل الجدار أساسه، يعني وإيش هو الأساس؟ يعني الجزء الذي خفي في الأرض الذي يبنى عليه، أي يبنى عليه الجدار. وأصل الشجرة طرفها الثابت في الأرض. أصل الشجرة فين؟ ده طرفها الثابت في الأرض المستتر الذي أقيمت بقية الشجرة عليه، الذي يبنى عليه أعلى الشجرة ويبنى عليه فروع الشجرة. طيب واصطلاحا له معان، وهذه نجعلها في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سائلين المولى الكريم سبحانه وتعالى
أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. طيب اللهم